الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلمتي للإخوة الذين سينظمون هذا الحراك السلمي يوم الجمعة والاستمرارية لمختلف المسيرات المليونية التي أبهرت العالم. النصيحة الأولى أن نستمر في المطالبة بتلك المطالب الأساسية، رحيل هذا النظام من جذوره، وأن يكون هنالك وجوه جديدة تترأس المرحلة الانتقالية من عمق الشعب الجزائري. الأمر الثالث أن يكون هنالك تنظيم محكم لهذه المسيرات، وأن نبقي على سريتها، وأن يكون هنالك تنظيم دقيق لما بعد المسيرة من تنظيف وترتيب للشوارع. الأمر الرابع أن لا نترك أي شخص يتحرك أو يتكلم خارج السلبي أو باسم هذا الحراك إلا من فوضه الشعب بشكل كامل وتام. الأمر الأخير أن يكون الاستمرار لما بعد الجمعة إذا تطلب الأمر بنفس الثبات وبنفس القوة، وأن لا يهيننا وأن لا يجعلنا نتراجع مهما كانت الظروف الأسباب. تلك المؤامرة التي يحيكها رمضان عمامرة الإبراهيمي وغيرهم ممن نصبهم الرئيس المنتهي عودته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.